فرنسا فيها همبا. فرنسا فيها همبا. فرنسا فيها همبا. أقول لك فرنسا فيها همبا. فرنسا فيها همبا. عالبلوشن. صياحة صياحة ما فيها راحة. قولوا صياحة صياحة ما فيها راحة. لا 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 ما فيها راحة. جذابة وكذابة. يا الصياحة وكيف تقلع الطيارة وأنا ملك فيها. السفر من غير داعي ما لا داعي من أساسة. كل من يعرف طريقة وكل من عقله فراسة. السفر من غير داعي ما لا داعي من أساسة. كل من يعرف طريقة وكل من عقله فراسة. قلتلك وكيف تقلع الطيارة وأنا من فيها. خلونا نروح بالي نتخيل الهواء بالشمس اللي زين قدع ونشرب قهوة يا هوا ونخلي الكافيه استراحة ونتجمع سوا 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 سوا. وهذه لزوم الصياحة وآه يا الصياحة. الحقيقة ما في إلا سلامتك يا طويل العمر. أنا من زمان من زمان ودي أقول لك رأيي فيك بس للأسف ما جتني الفرصة. جتك الحين؟ من هي؟ من هي؟ الفرصة؟ إيه جت أبشرك جت. قول سمعني واطربني اخلص عشان تروح تشوف شغلك. والله شف يا طويل العمر يعني بصراحة ترى أنت إنسان مغرور ونافخ نفسك على الفاضي وثقال الدم. ترى على فكرة مرسلين للأمم المتحدة مشتكينك يبون يقصونك من ناديهم يقولوا ملينا من عشرته وثقال الدم. ثقال الدم لاحظ من اللي يقولها ثقال الدم. فما بالك فينا حنا الناس الطبيعيين المساكين اللي مجبورين على عشرتك. يا الله حقير. انت شارب شيء؟ شارب شيء؟ حلوة دي شارب شيء. اي والله شارب القهر والمر على يدينك يا الحبيب. وش تتوقع مني اسوي عقب هالكلام اللي سمعته؟ تبي ترقيني طبعا اكيد. انت تستهبل؟ لا والله انت تستهبل. هذه استقالتي خذ خذ. تعبنا فيكم يا ذا المدر وحنا نعلمكم. تستقيل يا الخبل. وترترك شغلك ومستقبلك عشان جائزة في مسابقة. يا أخي أنا واحد تافه يا أخي مش دخلك أنت. والله العظيم أنك غريب. أنت تافه وما تستحي على وجهك. ما عليك زود طال عمرك. يا سلام يا سلام. أيوة كذا يا شيخ أنا من زمان ودي أسوي هالحركة. أقول ها يمكن وجهك يفك شوي. تعرف تبتسم الحين ما شاء الله عليك صار زي الفل. يا قليل الحياة.
ادعس يا حسام. لو انك رجال ما انحف. انت ذا انك رجال الحجري. يا عدوي يا طالون. كذا النفس كذا النفس دقت. الحمد لله والشكر. اقول يما وصمة. صمة اسكتي. سألتي عني؟ سألت عنك من ساعة توك تتذكر؟ والله كنت بنزلت بس جاني اتصال أخرني. من منو؟ وانتي وش عليك يا عدوة الفرح؟ ليش دائما تحاول تجرع مشاعري مع اني اخاف على جرح المشاعر؟ يمه وصمه. خلي نجد تفكني من شرها وتسكت. ايش فيك صاير وايد عصبي وبات اخلاق؟ هي ما قالت شيء يزعل. اشتراني عنه عصبي ومالك خلق. نجدوه خلصنا انت وياه. وين الجوازات؟ كلمتهم اليوم واحتمال تطلع بكره. ايش في السفاره للحين ما خلصوا؟ عليهم زحمه عشان الصيف، وهي اساسا بدون الزحمه تاخذ لها اسبوعين. اخاف يعطلونا وما يطلعونها. الله يستر. اسمع انت يا الخبل، خليك وراهم، ترى انت تركتهم نسوك. يا خالتي هذول يمشون بالارقام. انا اول مره ادري ان السفر للخارج معقد هالكثر. يا حلا بلدينا العربية، لا فيزا ولا حوسة، أخذ التذكرة وبس على المطار. أنا أدري. يلا يا خالتي تأمنيني بشي؟ وين بتروح بسلامتك؟ وراي كم شغلة بقضيها. ويه كم شغلة، ما ديش عندك يا حسرة. وانتي وش دخل أهلت؟ دخل أهلي إنك ولدهم. خالتي عاجبت اللي تسويه نجد فيني؟ أنت ما تكبرون؟ خلصنا يلا روح لشغلك وما عليك منها. انت ايش فيكي عليه؟ ما فيني شيء عليه يا خالتي، بس خوفي عليه هو السبب. ومن ايش خايفه عليه ان شاء الله؟ من تهوره، من طيبه قلبه، من دلاخته. وليد وايد اغراض فيه نخاف عليه. اقول بس ترك الولد بحاله، هو رجال يعرف مصلحته. دلاخته. ما يذكرونك بالعصافير؟ هم على طول كذا؟ يعني على طول إذا ما في مشاكل بينهم. مع كل هالسنين اللي طافت الحب ما تغير ما راح؟ طالما قلوبهم على بعض وحلمهم واحد وهدفهم واحد الحب ما يتغير. تصدقين؟ أنا عمري ما شفت ماما وبابا كذا، عمري ما شفتهم يكلمون بعض بحب ولا قاعدين مثل الجلسة هذه. بحكم ان الوالد مشغول بسفرياته، وحتى بعد خالتي مشاعل مشغولة بحياتها. حياتنا في البيت جدا بارد، تدفيها الفلوس وهذا اهم شيء يهم خالتي مشاعل. ان شاء الله ما اعيش حياة ماما. عنودة شو هالكلام؟ بالعكس، وش فيها حياة ماما؟ اللي تبيه تحصله. مو كل اللي تبيه، ماما فاقدة أهم شيء تحتاجه كل واحدة. اللي هو؟ الحب والحنان والزوج اللي يشاركها كل لحظاتها، يضحك معاها ويزعل معاها، هذا أهم شيء. هذا هو الزواج؟ دم هذا هو الزواج معناته ماما مو متزوجة. بسم الله عليك، لا إله إلا الله، عينه ما صلت على النبي، أكيد أحد ناضلك. انظروني وش علي يا حسرة. لا يا أمي، أحمدي ربك، نعم عليك كثيرة، وكلمة يا حسرة ما بدي أسمعها منك أبدا. بس هو الحمد لله يقدرك وعمره ما قصر عليك بحاجة. وإيش أسوي بتقديره هذا؟ إلا يوم ما عمره ما حسسني إنه يحبني أو يشتاق لي أو يبيني. المرة يوم ما تحس بالسعادة إلا لما تشوف شريك حياتها يدللها ويحبها ويشوفها أجمل نساء العالم. وانت اسم الله عليك، لا إله إلا الله، عيني عليك باردة، من أجمل النساء، حلوة ومزيونة وكشخة بعد. يوم أنا خايفة أضعف
أو أضيع بسبب إهماله وانشغاله. أنا فعلا مفتقدة لأشياء كثيرة مع هالرجال. صرت أدور على شيء اللي أبغي بلهفة في أي مكان ومع أي كان. لا يا أمي لا، تعوزي من إبليس ولا تخليه يوسوس لك، وتذكري إنك أنت اللي اخترتي هالحياة وردتيها، رغم إني أنا وخالتك أمينة كتير حاولنا معك. ليتك منعتيني يما، ليتك منعتيني. والله يا أمي ما قدرت، بعدين هذا الشيء كان اختيارك وكنتي رضيانة وكنتي بازة بي وباللي عنده بعد. أدري أدري كرامكم صدق، بس يما أنا تعبت، تعبت كتير وما عاد فيني أتحمل. خلاص عاد فيني أتحمل. إيه يا حبيبتي، أنتي محسودة من الناس كلها، الله يرضى عليكي. بيكفي إنك شفتي كل هالعالم، وبيقولوا إذا الله رضيان على عبده بيورجيه ملكه. إيه الله يرضى عليكي، ما بدي أسمع منك هالحكي مرة تانية، اهدي. طيب يا عمي تفضل، هنكمل حكينا بالداخل. لا أنا الحقيقة فعلا مستعجل، بس أنا بغيتك بكلمتين بلغها الوالدة إن خل تاخذ راحتها بالتفكير. حقيقة يعني أنا الأمر هذا يهمني يهمني، وإذا وصلت لقرار أعطوني خبر. ابشر طال عمرك. الله يسلمك، أنا عموماً ماني مستعجل، فخلها تاخذ راحتها في التفكير. أنا بعطيها خبر وبشوف إيش تقول. خير إن شاء الله، يلا ثمان الله. ثمان الله يا عمي. مديري في الشغل. انت اشتغلت؟ ايه فترة الصيف بس. وين امك؟ بالداخل. وش صار عليها عقب ذاك اليوم؟ المستشفى صاروا يبلغون الشرطة لان اصابتها مرة كانت خطيرة. وبعدين؟ الوالدة رفضت يبلغون عشانك ابو ولدها. والله فيها الخير. بس المستشفى صوروا جروح الوالدة وقالوا لو تكررت مرة ثانية يبلغون الشرطة. بزعمك تخوفني؟ لا انا اقول اللي حصل. أعلم بخيلكم اركبوه. راح بس راح جيب لي فلوس من عند أمك، حاجة كم قرش. يلا. الوالدة ما عندها شيء، كل اللي وراها تصرفه علي وعلى دراستي. أشوف طلع لك لسان. أنا كبرت يبا وجاء اليوم اللي يدافع فيه عن نفسي وعن أمي. من وين لك وانت نص راتبك الحين تدفع أقساط لهالسيارة اللي طلعتها؟ لا والأربع سنين قدام بعد. ما أدري وما عندي أي فكرة شلون بصرف، بس اللي متأكد منه اني انا ابي الموضوع وحريص عليه. لا تحط نفسك في موقف صعب علشان اندفاع مؤقت. انت وش صار لك انت؟ ما ادري بس عمري ما تمنيت شيء وبغيت اقدر هالموضوع هذا. عبد الرحمن قبل لا تقدم على هالخطوة ابغاك تسأل نفسك سؤال، انت وش تبي من هالناس؟ وين تبي توصل معاهم؟ كل اللي بعرفه اني اكون قريب حولهم، أعرف شخبارهم، أطمن عليهم، أساعدهم. ليه؟ يا ليت أعرف ليه. يمكن لقيت في مشعل الولد اللي تمنيته، علشان كذي أبي أساعده وأحميه من ظروفه. ويمكن تكون أنك لقيت في أمه المرأة اللي كنت تتمناها زوجة لك، صبورة وعاقلة وأخلاق، وبعدين مظاهر الدنيا ما تهمها. كل اللي همها أمها وولدها. مشعل يقول عمرها ما فكرت بنفسها، دائما تفكر باللي حولها. الواضح انك ماشي في درب الله العالم وين بيوصلك. احساسي يقول ان درب كله خير. طيب وش تبي تسوي ومن وين بتدبر المبلغ؟ ما ادري، انا افكر اني اخذ قرض من البنك ضمان البيت. ترهن بيتك؟ انت صاحي انت ولا عليك قل صح؟ اقولها صادق. وش الله حادك انت؟ وعلشان ايش؟ وعلشان مين؟ اللي حادني اقوى مني يا صالح. هذا إحساس مؤقت يا عبد الرحمن، حرام تضحي ببيتك وبيت عيالك علشانه، بعدين حرام تضيعهم وتضيع معاهم علشان مغامرة ما حسبت حسابها بشكل جيد.
عبد الرحمن. تعرف يا حاتم انه فكرتك هذه دخلت عقلي وعشعشت في دماغي. ايش الفايده يا بابا اذا كانت الوالده رفضتها ومانعتني انفذها؟ انت تعرف ماما يا حاتم، هي في بدايه كل موضوع تتخانق وتزعل وفي الاخير توافق. سيبك من كلام الانفعال هذا، امك بتحبك ومستحيل تستغنى عنك او عن اختك، بس عني انا جاهز. احيانا يا بابا احس انها ما تحبني وتتمنى لو كان عندها ابن غيري يقدر يحقق لها كل اللي تتمناه يا بابا. شوف يا حاتم، انا ممكن اوافقك ان امك عصبية وحادة الطبع شوية، لكن اللي لا يمكن اوافقك عليه انك انت في يوم من الايام تشك في حب امك ليك. يمكن ما اشك في حبها يا بابا، بس انا متأكد انها تخجل مني وما اشرفها كابن، واتهامها الدائم لي بالفشل وعدم الفائدة دليل على كلامي يا بابا. وإذا أنت بتحبس نفسك داخل دائرة الشكوك هذا راح يمضي العمر وأنت تبكي وتتحسر على نفسك. والعمر يا حتوم حرام أنه نضيعه بالشكل هذا. طيب إيش في يدي أسوي يا دندون؟ حاتم، إذا أنت كنت مؤمن بفكرتك وحابها المفروض أنك تتحمل أي شيء يواجهك علشان تحولها لواقع. حتى لو كانت مامي؟ حتى لو كانت ماما، لأن ماما ببساطة راح تكون أكثر الناس فرح وسعادة بنجاحك. هي الآن مو فاهمة الموضوع، بس بكرة لما تنجح واسمك يسمع في كل مكان راح تعرف إيش كنت تفكر فيه بالضبط، وكمان راح تقدرك وتحترمك. حاتم، أنت متأكد إنه المجال هذا اللي أنت بتحبه ممكن تبدع فيه؟ ما في حاجة أحبها أكثر من الطبخ يا بابا. إذا شد حيلك وشوف كيف تحول حلمك هذا إلى واقع ملموس. ومامي بابي. مامي إيه؟ تسيب مامي علي وأقصد علينا يعني؟ وأكيد راح تخليني أكل بمطعمك ببلاش. وليه ببلاش إن شاء الله؟ مو أنا اللي كنت تتعلم فيني ومعدتي كانت حقل تجاربك؟ بدي ما حق الحق حق، ومتى ما كان معدينا حق. تبين شيء يما؟ سلامتك يا روح امك. يما لو شفتها مي عبد الرحمن اليوم ايش تبيني اقول له؟ ما تقول له شيء، وفاهم ومقدر ان محتاجه وقت عشان افكر في عرضه. هو قال هالشيء بنفسه، وبعدين لازم اخذ راي شريكتي. عشان خاطري يما حاولي تقنعينها. خلنا اقنع نفسي الاول. يعني ممكن ترفضين عرض عمي عبد الرحمن؟ كل شيء جايز. لا يما الله يخليك لا ترفضين عرضه، انا ما صدقت ان شيء يقربنا من عمي عبد الرحمن. انت ليه متعلق فيه لهالدرجة؟ لانه طيب وحنون وابن حلال، ساعدنا ووقف معنا. يما عمي عبد الرحمن اللي قال له غريب، حمانا من ظلم ابوي وجبروته. معك حق. يعني ممكن تقنعين خالتي ام نايف؟ واقنع نفسي اذا كان هذا يرضيك ويسعدك يا اغلى ما عندي في الدنيا. الف شكر يما، الله يخليك لي ولا يحرمني منك. يا ترى وش آخر هالعلاقة اللي بينك وبين عبد الرحمن يا مشعل؟ يا ترى وش قصدك من اللي تسويه عبد الرحمن؟ يعني أنت تبغيه يقعد جنبك زي بيت الوقف، لا شغل ولا مشغل، عاقل باطن؟ أحسن من إنه يطلع طباخ. حياة، حياة بليز، أنت لازم تعيد النظر في تعاملك مع ابنك حاتم. الولد نفسيته سيئة. يا ام حاتم الولد حاسس انك ما بتحبيه وبتحطميه. ايش هذا الكلام الفاضي؟ هذا مو كلام فاضي، هذا كلام حساس وحساس جدا، وانت لازم تسمعيه. يا ام حاتم انت لازم ما تصوني ادانك عن ابنك حاتم، لا تحرميه من حلمه، لا تحطميه، لا تخسريه ولا تخسريه ثقته بنفسه. انت قد المسؤولية هذه. يعني يا أخليه يشتغل طباخ؟ يعني أنا أم قاسية وما تعرف تتعامل مع ولدها؟ أنا عارف إنك أنت تبغي مصلحته وخايفة عليه، بس يا أم حاتم الولد شايف نفسه في هذا الموضوع وحسس إنه عنده طموح كبير وحسس إنه هو حيتميز في المهنة هذه. وبعدين كل ده ليه؟ عشان يرفع راسك أنت بالذات.
والله لو يتميز بين العالم كله، آخرته طباخ. حياة بليز، أنت لازم تعطي حاتم فرصة يشوف نفسه، يعتمد على نفسه. لا تقعدي له كده زي العقدة في المنشار. بعدين ده ابني، لازم تتقبليه بكل نقاط ضعفه وقوته. شوف، لو تتكلم من هنا للصبح أنا ما راح أقتنع إن ولدي يشتغل طباخ. على الأقل فكري في الموضوع وبلاش تقفل الباب في وجهه من أولها. صدقيني يا أم حاتم، ابنك بأمس الحاجة للأمل، لا تحرميه منه. أنت شفتيه قاعد سنتين بدون عمل لغاية ما شعر بالفراغ والملل قاعد يصيبه. إيش قلتي؟ خلوني أفكر براحتي. بس كده؟ خدي وقتك، صدقيني ما حد يضغط عليك. وما راح أرد عليكم إلين أرجع من السفر. وهو كذلك. أنا ما أدري إيش له إيش للطبخ، الدنيا مليانة أشغال ما في إلا الطبخ. يمه، هلا هلا بالغالية. الحمد لله على السلامة. ولهت عليك ماما. وأنا أكثر. تفضلي باركيلي. ما عندك وقت يا عنودة، إذا بغيتي شيء سويتي. طبعا، مو بنت أمي. يمه، وين أبوي؟ كالعادة مسافر. راح إيطالي؟ الظاهر. شلون ما رحتي معه؟ معقولة تطوفين شوبينج إيطالي؟ حاولت معه ما وافق، الظاهر انه ما يبيني معه. زين ماما، انا تعبانه عندك، بطلع انام. صار لي كم من يوم وانا امس. انا ما صدقت انك رجعتي يا عنوده. ما يخالف يما، ام سوري ام تايرد. خلاص حبيبتي، روحي روحي ارتاح. وليد، لقيت الموقع حق الشقه اللي قلت لي عليها. طيب حاطين لها صور؟ اي حاطين. طيب وريني اياها، وش تحتري؟ شوف شقه منهم مرتبه. طيب احجزها بدون ما تشاورها لك. ايه يا اخي، هم عطوني الاوكي. ما عليك. متاكد يا اخي؟ متاكد. احجزها يا رجال قبل لا تروح. احجزها احجزها. ندخل اوكي. شوف، اذا حظك حلو وهم داومين الحين يردون بسرعه. يا أخي فعلاً هالتكنولوجيا حلت لنا مشاكل كثيرة واختصرت أمور كثيرة. صحيح، هالأيام بدون الكمبيوتر واحد ما يقدر ينجز أموره. صحيح، بس ما تلاحظ أن المشكلة أنه ربعنا استغلوا استغلال خاطئ وصاروا يسخرون لتفاهاتهم وطيشهم. صح، الشباب هالأيام أي شيء مفيد قلبوه الضار وتافه. خلاص يلا، لازم ننوم عشان ورانا شغل الصبح. ولا يهمك ذا اللي منجعل وراي تقل طعس جاية مطر، لا يهمك، بكرة يجي اليوم اللي نتوطى في بطنه. يلا تصبح على خير. حسن، غريب أنت في النوم بدري. علشان بكرة عندي قومة بدري الصبح. أبروح عندي يا حبيبي بكرة، أبطلع الفيزا وبزبط الحجز. أنت واحد نفر مزنون. والله يجي منك أكثر يا لا نهرب. بس ما أدري يا طويل العمر ليش حكمت عليها الحكم؟ أنت اللي في كتم استكالة. أي بقالة؟ استكالة. استكالة، لأن يا طويل العمر معزبك ما أدري إن شاء الله يشغلني. فهد ما فيه سكول، فهد ما فيه سكول، كيف يبغى يشوف سكول أنت؟ يا أخي ورا ضحكتك كأنها واحد ينطل قواطي من الجبل. بس والله يا أخي أنك صادق، تصدق أني ما فكرت فيها؟ عشان كذا أنا أقول أنت نفر مجنون. أقول يا باشا، ممكن أسألك سؤال؟ سؤال واحد ما في كثير. وليه إن شاء الله سؤال واحد بس؟ لا يكون مصدق نفسك أنت أنك رئيس وزراء الهند وأنت في مؤتمر صحفي وأنا ذا القطوة صحفيين قاعدين. أنت يبقى يسأل سؤال ولا يبغى يضيع وقت؟ أنا
وإن شاء الله مصيره يجي اليوم اللي يدعس فيه على خشمك، بس يا الله أنت عجل به. أخلص يا حسن. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله. أقول لي يا باشا، أنت ليه راز خشمك تقل ما في سواق في الديرة إلا أنت؟ وإنت إيش دخل أهل أنت؟ هذه يعني على أساس إنه وش دخل أهلك؟ مزبوط. هو معك حق، بس عاد يعني على أساس إن حنا زملاء في الغرفة. نام وسوي سكوت. أنا أبو من حدني على عشرتك. من دام أنت ما في تهم العشرة أنا، ليه في أنت كتم استقالة؟ أي بقالة؟ استقالة. استقالة. إيش دخل أهل أنت؟ يا ربي، هذا حدي فيه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وذابحة ذابحة.